السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة المزر، طبعا مشهورة جدا بالأعطال بتاعتها المختلفة، الـ HB 6005. الجهاز ده بيجيلي بأعطال مختلفة جدا وأشكالها مختلفة. طبعا زي ما انتوا عارفين ان هو ايه، يعني دايرة الباور زي ما يكون شغال في لاب مثلا او حاجة شباب كده، لان في جزء 3 و3 وفي جزء 5 فولت زي ما انتوا شايفين. هنجرب كده ونشوف ايه اللي بيتم. طبعا هو قام لوحده اهو زي ما انتوا شايفين، طبعا بروسيسور راكب، طبعا مفيش اي اكواد على التستر نهائي، طبعا البروسيسور مفيش اي حاجة كحرارة. هقيس قياساتي كده 12 المفروض كده 0. طبعا طالما الدايرة دي مفيهاش اشارة طلعت او فولت طلع، يبقى بالتالي طبعا دايرة البروسيسور مفيهاش. طبعا ده 12 بتاع البروسيسور، وزي ما انتوا شايفين كده ده المفروض يكون عليه مثلا 1 و3 1 و4. ده تشغيل الفولت، تشغيل دايرة البروسيسور ذات نفسها. تعال نشوف الدخول بتاعنا، لو على ده هو 3 و3 زي ما انتوا شايفين. طيب ده اللي عليه 12 طبعا، خلاص هنا كده معانا ال 12. طب هنا كده معانا الخمسة، خلاص. طب كده معانا ال 12 برضو. طب كده معانا 1.5 فولت، 1.5 فولت ده تغذية الشبسة الرئيسية بالرام بتاعتها الداخلية، خلاص. عامة كده كده طبعا زي ما انتم شايفين مفيش سخونة خالص، الجهاز شغال اهو مفيش اي سخونة على البروسيسور. طبعا انا جربت طبعا بروسيسورات تانية، طبعا مفيش، طالما مفيش في فولت طلع يبقى مفيش حاجة. فانا قلت احتمال، لان البرد الحديثة دي يتوقع منها اي شيء بصراحة. بالتالي طبعا انا حسيت البوردة كلها مفيش اي جديد فيها. هنفصل وهنرجع تاني نكمل الفيديو. طبعا احنا فكينا الهيت سينك بتاع الشيبسة النورث بريدج بتاعي، ودفيت على الشباية والرامة. الرامة دي خاصة بالشباية، خاصة بدايرة الفيجا. المهم هيدت عليهم هما الاتنين. طبعا الجهاز اشتغل طبيعي مفيش اي مشاكل، زي ما انتم شايفين اهو بيكود اهو طلع مفيش اي مشاكل خالص. طبعا البروسيسور بيسخن مفيش اي حاجة. هنشوف كده بالنسبة بسرعة بس عشان ايه، ادي الدايرة اللي ما كانتش بتطلع فولت طلعت مفيش اي مشاكل، وادي الصورة. طبعا هفصل لان الشيبس دي بتسخن سخونية عالية جدا زي ما انتم شايفين اهو بقى. هفصل طبعا عشان احط الهيت سينك وابتدي اقفل البوردو. سخونية عالية جدا. عامة هو ده العطل اللي في 6005 بالنسبة للحالة اللي انتوا شفتوها، ان مفيش فولت هنا طبعا، بالتالي مفيش فولت هنا، فبالتالي مفيش فولت هنا، فمفيش سخونية، مفيش خارج فيجا. طبعا دخل اللي هو المصفت ده بيغذي الشيبسيت ب1.5 فولت طبعا معاها الرامة بتاعتها. الموضوع كله كان تهييد فقط لا غير بالنسبة للحالة اللي انتوا شفتوها. شكرا يا جماعة.